ناس بتنطقها كيرشوف وناس تانية بتقول كيركوف وناس تالتة مش عارفة أصلا. أيا كان المسمى أيها السادة، فكل شيء بيلمح بمشكلة في الأرجاء حواليها. يا كبير، أنا شفت في البيت ده عجائب وغرائب يا سبحان الله بصراحة، يعني لدرجة أنا بفكر جديا أن أنا أعمل كتاب أسميه عجائب الكرشة والمنبار في الجهد والطيار. اهلا بكم في راديو الثانوية. والله تسميها كيرشوف تسميها كرشة مش هي دي المشكلة، لانه كل هذه البروباجاندا والصخب عن هذه القاعدة المشؤومة بيقول لشيء فاندمنتال واساسي في علم الفيزياء وفي كل العلوم، وهو انه لما تتعقد الامور او تتعمق المشاكل بنضطر للافتراض سيناريوهات عن اللي بيحصل، او بنحط تصورات ونبني على اساسها المعطيات اللي معانا، وفي الاخير بعد ما نتوصل للحل بنرجع كل حاجة على ما كانت عليه. واحنا الصراحة الطريقة اللي تعلمنا بيها او اللي بيقوم عليها الانظمة التعليمية اللي عندنا بتضد كل هذه الفكرة جملة وتفصيلا. يعني انت تعودت على الحفظ والصم مش على الافتراض والفهم، وعليك مننا بنضطر لأسلوب الافتراض دوت في قواعد وقوانين كيرشوف، فبنواجه صعوبة في التعامل معاها، لكن لا تقلق احنا هنا من اجلك. الراديو تو ذا ريسكيو. في تحليل الدوائر الكهربية احنا لازم نعرف التيار والجهود اللي بتمر بكل مقاومة في الدائرة بتاعتنا. وايوان الحوار اللي احنا عمالين نعمله في المسائل دوت اسمه تحليل الدوائر الكهربية لو حد سألك، او السيركت اناليسز. ادي معلومة جديدة هي. يعني لما بتتعقد الدوائر او بتكتر الوصلات اللي فيها، فانت بتلاقي الدنيا لعبكت خالص، وقانون اوم العادي او حتى قواعد التوالي والتوازي مش عارفة تحل معاك. فهنا بنلجأ لكبير القوم المعلم كيرشوف. يعني كمثال، في ابسط نوع من انواع التعقيد، الدائرة اللي قدامك دي، التيار هنا بيبقى عامل كده بالظبط. جون، انا هنا يا جون، هنا يا جون. فانتك منك لازم أن تعرف الطيارة المرة في كل مقاومة من المقاومات، فبيحصل لك كربنة وانت مش عارف مين رايح فين ولا مين جاي منين. فدي كانت اولى الخطوات والمطالب نحو قانون شامل يقدر يحل لنا الحاجات ديت. وهنا يأتينا قانوني كيرشوف، فبينا نتعرف عليهم ونفهمهم كويس. اول قاعدة معانا وهي قانون التيار، اللي بيقول انه مجموع التيارات الداخلة عند نقطة بيساوي مجموع التيارات الخارجة منها، او summation i في الـ n بيساوي summation i out. يعني summation دي علامة المجموع، فما تتخضش منها يعني ولا حاجة. ليه الكلام ده بقى؟ يا سيدي علشان قانون بقاء الشحنة. يعني ايه قانون بقاء الشحنة؟ كنا قلنا ان التيار هو عبارة عن فيض من الشحنات، والشحنات دي لا تتبدد. ليه؟ لانها مرتبطة بالالكترونات، والالكترونات في كل المواد، والبيضة عند الفرخة والفرخة عايزة مية. ولذلك لما تلاقي واصلة زي دي اللي عندنا دي فيها تيار داخل وتلاتة خارجين، وبما ان الشحنات هنا مش هتهرب لملطة قبل ما تتفرع، ولا هيلاقوا فجوة زمنية داخل النقطة دي يهبقوا منها على بعد تاني وما يرجعوش، اذن فهم مستمرين معانا، لكنهم ينقسموا بين الثلاث مسارات دي. إذن كده يصح عليهم القول ان اي الداخلة بتساوي مجموع التيارات الخارجة. يعني تقدر تقول ان النقطة اللي بين التيارات الداخلة او الخارجة دي بنسميها بالمناسبة نود او جنكشن، انها عبارة عن مكتب صرافة او بنك اللي انت بتدخلهم له، هم نفس القيمة اللي بيطلعها لك، سواء هتجمد او هتفك. يعني لما اقول معاك 10 جنيه انت هتفكهم، هو هيطلعهم لك 5، يعني في مسارين مختلفين. او ممكن انك تدخل له 5 ويطلعهم لك 10 جنيه ورقه واحده مجمده في مسار وحيد. بيت القصيد هو ان القيمه بتفضل هي هي مهما كانت الصيغه اللي بنمثلها بيها، فالتيارات الداخله في النقطه هي هي الخارجه منها. القانون الثاني بقى بيقول ان المجموع الجبري للقوى الدافعه الكهربيه بيساوي المجموع الجبري لفروق الجهد في الدايره. يعني ايه الكلام دوت؟ انا مش فاهم يعني ايه جبري اصلا، انا جاي لك من طنطا. القانون ده هو اللي بيجمع بين البطارية والجهود، يعني بين الرصيد والمصروفات. قلنا في الفيديو اللي فات ان البطارية بتاعتنا دي تعتبر البنك اللي بيصرف على شغل الدائرة، وان الجهد ده هو العملة اللي بتطلعها البطارية علشان تصرف على الدائرة، وعليه الجهد بيتوزع على المقاومات وهو ماشي على طول الدائرة لحد ما يرجع للصفر وياخد جهد جديد من البطارية ويبدأ دورة جديدة. فلما بنقول ان القوة الدافعة الكهربية في مسار مغلق او لوب بيساوي مجموع الجهود
موجود في الدائرة دي، يعني المصروفات اللي طالعة من البطارية هي اللي تستهلكها المقاومات في المسار بتاعها دوت، يعني بيدخل في المقاومة الأولانية تاخد منه شوية جهد يطلع بجهد أقل، كده الجهد بتاعنا نقص شوية لأنه خدت منه مصروف. نخش على المقاومة التانية تاخد منه برضو جهد، يبقى داخل بقيمة كبيرة يطلع بقيمة صغيرة لحد ما يطلع بالصفر خالص، يعني يخلص الجهد بتاعه على المقاومات اللي موجودة عندنا. نيجي بقى للتطبيق العملي بتاع قوانين كيرشوف على مسألة من المسائل اللي عندنا علشان نعرف هنتعامل ازاي. عندنا دائرة ملعبكة زي دي مش عارفين مين داخل فين ولا مين مع مين. ثلاث خطوات رئيسية أيها السادة لحل أي مسألة في كيرشوف: تفرع، توجه، تصفر. تفرع التيارات وتوجه الجهود وتصفر المعادلات. نيجي بقى لأول خطوة معانا وهي تفرع التيارات. دي اللي متعلقة بالقانون الأولاني خالص اللي هو بيقول أن التيار الداخل بيساوي التيار الخارج من نقطة معينة. طيب النقطة اللي عندنا ديت هنختارها ازاي؟ انهي نقطة يعني من النقط؟ ما هي النقط كتير. هنا بقى اول هاك معانا هو لازما تدور على نقطة يكون مجتمع فيها ثلاث مسارات او ثلاث نوافذ او ثلاث خطوط، بحيث انك تلم كل التيارات اللي موجودة في الدائرة عندنا، وهنا هنختار النقطة ديت. تاني خطوة هي العظمة بذات نفسها. نيجي لافتراض التيارات واتجاهاتها، وما يهمش ابدا ايا كان الاتجاه اللي هتديه للطيار، فده يرجع لك انت. الفيزياء هنا بتديك الحريه وماشيه بمبدا ما يهم هو انك النقطه اللي فيها التفرعات ديت ان الداخل بيساوي الخارج. فلو فرضت ان الطيار في المسار ده هيمشي كده والطيار في المسار ده هيمشي كده، يبقى اكيد الطيار الخارج من النقطه دي هيساوي الاثنين اللي داخلين فيه. وهنا نحط اول معادله معانا، يبقى مجموع الداخل بيساوي مجموع الخارج، اذا i1 زائد i2 بيساوي i3. عايزين نعدل المعادله بتاعتنا دي شويه علشان نستخدمها بعد كده، فهنودي الاي 3 بعكس الإشارة، حاجة بديهية في الرياضيات وهنتكلم عنها في كورس الرياضيات، فما تقلقش يعني هنعلمك ازاي تعمل الحاجات ديت لو انت مش عارف تعملها اوريدي. فهنقول انه الاي 1 زائد الاي 2 ناقص الاي 3 بيساوي 0، ودي بقت الخطوة معانا ومعاك يا معلم تلت المسألة. الخطوة التالية هي خطوة التوجيه، يعني بعد ما عملنا التفرع وافترضنا الاتجاهات للطيارات ده وقت الالتزام بالفرض اللي احنا فرضناه، ودي حاجات تتعلمها في حياتك عموما. يعني طالما افترضت افتراض يبقى لازم ان تلتزم به لحد النهاية، مش تروح تفترض افتراض وبعدين تتصرف عكسه يبقى انت كده ما عملتش اي حاجة وبتضر نفسك بنفسك. فايا كانت الاتجاهات ما تقلقش هتجيب معاك في الاخر، اصل الدائرة كلها اوضة وصالة يعني، فكلها منفذة على بعضها، ومنين ما ضربتها بترن، فما تشغلش بالك. ايا كان الافتراض اللي انت هتشتغل عليه فهو هيشتغل معاك. افرض الطيارات في اي مكان، المهم ان الداخل بيساوي الخارج. وبعد ما افترضنا والتزمنا يبقى ندخل على تطبيق القانون الثاني الكيرشوف بتاع الجهود، واحنا هنا بناخد القانون من اخره، يعني بنقول ان القانون بيقول مجموع القوى الدافعه بيساوي مجموع الجهود في المسار المغلق. فاحنا هنا عايزين نشوف فين المسار المغلق علشان نطبق عليه القانون بتاعنا دوت. طيب احنا هنا عندنا اكتر من مسار، ولكن هنا الفيزياء بتديك برضو الحريه علشان تختار المسارات اللي انت هتشتغل عليها. معاك هنا ثلاث مسارات، المسار الخارجي الكبير والمسارين الداخليين الصغيرين دول. ولكن ازاي تختار المسار؟ بتختار المسار اللي فيه عدد مقاومات اقل. ليه؟ علشان ما تتعبش نفسك وتجهد نفسك زياده عن اللزوم، واحنا بيني وبينك اكثر خلق الله على الارض، فبالتالي بناخد المسارات الصغيره اللي فيها عدد مقاومات قليله، وبالتالي علشان ما نعملش معادلات كتير ونتلخبط كمان ما نشوشرش على نفسنا بنفسنا ونعمل مجهود كبير. فأول مسار معانا هو المسار اللي على اليمين دوت. انت افترضت الطيار من حال البداية في المسار دوت هيمشي كده، نثبت بقى على الافتراض بتاعنا ده، وعايزين نطبق القانون التاني على المسار ده. لكن قبل ما نطبق القانون التاني نشوف المقاومات هتشتغل معانا ازاي. يعني ايه هتشتغل معانا ازاي؟ يعني فين الجانب الموجب فيها وفين الجانب السالب؟ قالك ان الجانب اللي بيدخل منه الطيار هو الجانب الموجب واللي بيخرج منه هو الجانب السالب. بس ليه؟ ما انت لازم أن تسأل ليه؟ انا هقول لك ليه. اول حاجة تلاحظها هنا في المسارات ديت هي ان المقاومات متوصلة على التوالي. اي مسار بتاخده فانت بتلاقي فيه المقاومات متوصلة على التوالي، يعني الجهد الكل اللي عندنا بيتجزأ على المقاومات اللي في المسار دوت، زي ما عرفنا في طريقة التوصيل على التوالي. يبقى عندنا الجهد بيدخل على المقاومة ويخرج منها بقيمة
الحل، ده بديهي لأنها بتستهلكه، فطالما بيدخل كبير ويخرج صغير يبقى أكيد الجنب اللي بيدخل منه ما هو داخل كبير، فهيبقى ده الجنب الموجب، كأنك نازل على سلم يعني، يبقى أنت نازل من فوق يبقى العدد الكبير يبقى هو ده الموجب بتاعنا، ورايح لتحت يبقى الناحية التانية اللي خارج منها اللي أنت وصلت لها تحت خالص، يبقى لأن الجهد بينخفض في المقاومة زي ما قلنا يبقى كده هيبقى الخارج منه هو السالب واللي داخل فيه هو الموجب، لأن هو داخل كبير وخارج صغير، وآياته خدمة يا معلم. أديك فهمت الجزئية دي. نيجي بقى لآخر خطوة معانا وهي تصفير المعادلات، يعني نحصل على المعادلات من المسارات ونساويها بالصفر علشان نطابقها مع الجزء الأولاني بتاع التيارات، نحلها آخر حل وآخر تمام. المسار اللي عندنا الأولاني دوت، القانون بيقول إن مجموع القوى الدافعة الكهربية في مسار مغلق بيساوي مجموع الجهود في هذا المسار. وإحنا لو حبينا نعبر عن المعادلة بتاع القانون التاني بتاعنا ده، فإحنا بنخليها في طرف واحد، يعني الجهود هتروح بعكس الإشارة، فهنقول إن summation EMF أو summation القوى الدافعة الكهربية أو مجموع القوى الدافعة الكهربية اللي هي بالمناسبة البطارية يعني، ناقص summation LV بيساوي الصفر، اللي هي النقطة اللي هنبدأ نشتغل عليها علشان نكمل المعادلة اللي هي خطوة التصفير. وهنا نبدأ نحسب المسار بتاعنا دوت ماشي ازاي. اول حاجة عندنا القوى الدافعة الكهربية، نرجع لاتجاه التيار اللي احنا فرضناه من الاول ونشوف ماشي ازاي وبأي اشارة هنحطه، وخدها قاعدة معاك كده، اخر حاجة بيوصل لها التيار هي اللي بتكمل معاه. يعني ايه؟ يعني اخر اشارة هيوصل لها هي اللي هتبقى معانا الاشارة اللي موجودة على هذا الجزء من القانون. يعني في المسار دوت بداية من البطارية اتجاه التيار ماشي كده، اول حاجة يبقى التيار طالع اهو من السالب، يبقى انت ماشي مع الاتجاه اهو طالع من السالب للموجب، يبقى اخر حاجة وصل لها الموجب، يبقى تاخد قيمة البطارية بالموجب. نيجي بقى للمقاومات، زي ما عرفنا اشارات المقاومات فاحنا بنكمل مع الاتجاهات بتاعتنا، وناخد المقاومة ديت بالسالب علشان اخر حاجة طلعت منها هي السالب، وكذلك نكمل على طول المسار بتاعنا المقاومة اللي بعدها وناخدها بالاشارة اللي خارجة منها اللي هي اخر اشارة، لحد ما نكمل المسار بتاعنا ويتم تمام ويكمل معانا معادلتنا التانية في طريقتنا للحل واللي هي قدامنا ديت. نفس الكلام اللي عملناه في المسار اللي فات هنعمله في المسار التاني علشان نحصل على المعادلة التالتة بتاعتنا. ودلوقتي هسيبك توقف الفيديو هنا وتحاول تحل بنفسك المسار التاني، وانا هستناك على اقل من مهلك لحد ما نشوف الحل بتاعنا هيوصل لفين. المعادلة التالتة هتكون كده، فلو انت ما كنتش عملتها كده او لو هي حصل اي تربنة فما تقلقش خالص لحد ما نجيب التيارات بتاعتنا كده على حسب التيار اللي احنا افترضناه. اولا البطارية بتاعتنا هتكون موجبة لانه اخر حاجة طالعة منها هي موجبة، والمقاومة اللي بعد كده سالبة، ثم المقاومة التالتة والاخيرة معانا، بينتج عندنا التلات معادلات الجمال اللطاف دول، ممكن تحلهم بدماغك لا سمح الله يعني، لكن انا عارف ان كله بيجري على الآلة الحاسبة، فما تقلقش من هنا لحد ما نغطي الجزئية دي في طريقة حل المعادلات في كورس الرياضيات ان شاء الله، فانت مش هتحتاج للآلة مطلقا. انا شخصيا ما استخدمش الآلة اللي في حل الساين والكوزين، ومش عارف بيعملوها ازاي اصلا، فانت شوف بيعملوها ازاي بالآلة الحاسبة واعملها بالآلة الحاسبة، لكن ان شاء الله في كورس الرياضيات هنعلمك الجزئية دي كويس جدا، ازاي تحل معادلتين وثلاثة مع بعض وباسهل طريقة ممكنة، واسهل كمان من الآلة الحاسبة ان شاء الله. وبس يا سيدنا، ادي طريقتنا في حل مسائل كيرشوف، وما تقلقش خالص كل اللغط اللي هناك هو بسبب انه احنا مش متعودين على الافتراض ولا متعودين ان احنا نشغل دماغنا، لكن الموضوع سهل جدا وسلس وبسيط. واهم خطوة تعملها دلوقتي في حياتك عموما في كيرشوف هو ان انت ما تشوفش اي فيديو تاني عن كيرشوف، ما تسمعش لاي حد بيقولك اي طريقة تانية، لان كتر الطرق اللي هي بيتبعوها بسبب ان في كترة الافتراضات، يبقى في مليون افتراض وفي مليون طريقة للحل، فانت امسك طريقة واشمل بيها كل المسائل اللي عندك، وما تقلقش احنا هنغطي المسائل اكتر واكتر ان شاء الله في فيديو المسائل القادم. اهم خطوة في كيرشوف هو ان انت ما تعددش طرق الحل بتاعتك عشان ما تشوشرش ودماغك ما تخشش في السكك الضلمة، وفي الاخر ما تعرفش تطلع ولا تحصل باي حاجة. ولو في اي اسئلة طبعا سيبوها في الكومنتات، ولو عايز تتواصل معنا تلاقي جروبنا على الفيسبوك او صفحتنا على الفيسبوك او الاكاونت الشخصي على الواتساب، وحتى موعد العلم القادم
ابقوا على علم، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تحل الكويز اللطيف اللي على هذا الدرس وهتلاقيها في الديسكريبشن تحت. وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم، ولو انت مش عامل لايك اعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.